3 جرحى على الأقل، من بينهم النائب الأفغاني فكري بهشتي في انفجار عبوة استهدفت سيارته في العاصمة الأفغانية. فكري بهشتي نائب عن ولاية باميان وسط البلاد كان في طريقه إلى مجلس النواب وقد زرعت العبوة تحت جسر وانفجرت عند مرور سيارته. الانفجار يأتي بينما يواصل متمردو حركة طلبان هجمتهم في مختلف أنحاء البلاد.